السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يشيد بالدعم الألماني للشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار. لجنة عسكرية تتفقد أحوال المقاتلين في محور عالب بصعدة والمحور الشمالي بالجوف. الشبكة اليمنية للحقوق تدعو إلى ضغط دولي لوقف جرائم ميليشيا الحوثي بحق أبناء صعدة. تفاصيل الأنباء أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي بالموقف الألماني الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة ومسار التنمية والإعمار في البلاد. وبحث الرئيس العليمي مع رئيس البعثة الألمانية للتعاون الاقتصادي فيليب نيكولاس التدخلات الإنمائية والإنسانية المنسقة مع الحكومة والمجتمع الدولي. ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسية الوفد الألماني أمام مستجدات الوضع بما في ذلك التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية. وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسية التأكيد على الدور الألماني المهم في المنظومة الأوروبية وأهمية الانتقال من الدور الإغاثي إلى مرحلة الدعم الاقتصادي والإنمائي والتدخلات الأكثر استدامة عبر السلطات والمجتمعات المحلية. أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ عزم بلاده على جلب فرصة سلام لليمن خلال العام الجاري. جاء ذلك في تصريح عبر مقطع فيديو بمناسبة مرور عامين على تعيينه مبعوثا إلى اليمن. وقال كينغ: منذ ذلك الحين نجحت الجهود الدبلوماسية الأمريكية المكثفة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء في خلق حالة من الهدوء غير المسبوق في اليمن، كما قدمت فوائد ملموسة لإنقاذ حياة اليمنيين ووضعت أسسا لعملية سلام شاملة. وأوضح كينغ أن الولايات المتحدة قامت بالعمل من أجل الوصول إلى إجماع دولي فيما يتعلق بجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وحشد الشركاء الإقليميين لحل النزاع، كما عملنا مع شركائنا اليمنيين لتحديد مجالات التسوية. آلاف المختطفين المدنيين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية مصيرهم ما زال مجهولا في ترتيبات تجديد الهدنة الإنسانية المعطلة فقط في جانب ما التزمت به الميليشيا من عهود وبنود. نتابع. كلما لاحت انفراجة أمل في نفق الأزمة اليمنية المديدة، فتحت ميليشيا الإرهاب الحوثي بابا ثانيا إلى نفق أطول. ملف تبادل الأسرى بالمختطفين هو أحد الملفات الإنسانية المرحلة بتنصل ميليشيا الحوثي الإرهابية عن تعهداتها بشأنه. وترفض الميليشيا الكشف عن مصير ألوف المختطفين المدنيين لديها، بينهم سياسيون وناشطون وصحفيون ونخب اجتماعية ومدنية. وبينما يتركز ضغط الحراك الدولي في مسار السلام على ملفات إنسانية بينها مرتبات الموظفين وحصار الطرقات وإطلاق المنافذ الجوية والبحرية الدولية، ينزاح ملف الأسرى إلى هامش المفاوضات، حيث تبدي الميليشيا تعنتا تجاه مجمل الملفات الإنسانية التي هي من تملك حلها وتتحمل مسؤولية معالجتها وفقا لمقترحات السلام المطروحة. لكن موقف الميليشيا من ملف الأسرى يشوبه الكثير من الغموض واللامبالاة الحوثية، خاصة فيما يتعلق باتفاق إطلاق الأسرى الكل مقابل الكل. وتتهرب الميليشيا من مواجهة هذا الملف الإنساني لدرجة رفضها الإفصاح عن مصير المختطفين في سجونها وزنازن الإخفاء القسري، ذلك لأن الميليشيا ركمت محصلة نهائية مروعة في انتهاكات حقوق المختطفين وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم، وهو ما تخشى الميليشيا انكشافه في أي تحريك لملف التبادل الإنساني بظهور حقيقة جرائم التصفية السرية لعشرات المختطفين المدنيين في سجونها السوداء. دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان
إلى إدانة الممارسات الحوثية الإجرامية بحق أبناء محافظة صعدة والضغط على ميليشيا الحوثية للإفراج عن كافة المختطفين تعسفيا والمخفيين قسرا والعمل على اتخاذ إجراءات رادعة ضدها. وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الحملة الحوثية الإرهابية على عزلة بركان في مديرية رازح بمحافظة صعدة وفرض حصار محكم على المدنيين في المنطقة منذ أيام في محاولة لإجبارهم على تحويل أراضيهم إلى مكب للنفايات. واستنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات هذه الممارسات البشعة واستمرار حملة الاختطاف في أمام صمت غير مبرر من قبل المجتمع الدولي. أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز التزام القوات المسلحة الكامل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وقال إن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية لن يخضع للسلام بدون حسم المعركة. جاء ذلك خلال حضوره حفل تخرج الدورة 13 مدرعات والدورة 8 اتصالات ودورة الإسعافات المتقدمة وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة. وأشاد الفريق بن عزيز بجهود هيئة العمليات الحربية في تفعيل المدارس العسكرية ورفض الجيش بالكوادر المؤهلة، مؤكدا أن التدريب والتأهيل هو أساس النجاح في المعركة الوطنية المقدسة ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا. وأوضح الفريق بن عزيز أن مشروع تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية مشروع قتل ودمار، وبأنه لم يتم ردعه وإن لم يتم ردعه فسيتجاوز شره حدود اليمن. وثمن رئيس الأركان دور تحالف دعم الشرعية الداعم للقوات المسلحة اليمنية في معركتها ضد الإرهاب الحوثي. من جانبه أشار رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول إلى أهمية الدورات العسكرية المتخصصة في رفع مستوى الجاهزية القتالية والمعنوية للقوات المسلحة. تفقدت لجنة عسكرية من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليوم برئاسة نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بالوزارة اللواء الركن أحمد العابسي أبطال الجيش في محور علب بمحافظة صعدة. وأشاد اللواء الركن أحمد العابسي وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة بتضحيات محور البقع العسكري في سبيل الدفاع عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية ودحر مشروع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأشاد اللواء العابسي بالجاهزية القتالية العالية لمنتسبي المحور وشدد على أهمية الانضباط العسكري واليقظة المستمرة في المدارس والخطوط الأمامية في الجبهات وحيا دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في الدعم المستمر للجيش. كما قامت اللجنة العسكرية بزيارة أبطال الجيش في المحور الشمالي بمحافظة الجوف واطلعت على أحوال المقاتلين في مناطق عمليات المحور. تستمر ميليشيا الحوثية في انتهاكاتها بحق أبناء منطقة الجاهلية بمديرية همدان شمال غرب العاصمة صنعاء من خلال فرض الإقامة الجبرية على من أفرجت عنهم من أبناء المنطقة بعد إجبارهم على الادلاء بتصريحات لوسائل إعلامها تحت التهديد. وتقوم الميليشيا بإخفاء عدد من أبناء المنطقة المختطفين لديها ومنعت أهاليهم من زيارتهم أو معرفة أوضاعهم رافضة كل المساعي القبلية والمجتمعية للإفراج عنهم. وكانت ميليشيا الحوثي قد قامت بحملة مسلحة على قرى منطقة الجاهلية بهمدان منذ أكثر من شهر اختطفت خلالها عشرات المواطنين وما يزال العديد منهم قيد الحجز، واقتحمت منازل واحتلت أخرى وجرفت مزارع في مسعى لترهيب الأهالي ومصادرة ممتلكاتهم بالقوة. قال مركز العاصمة الحقوقي إن ما يزيد عن 13,000 من منتسبي وزارة الداخلية يواجهون قرارات حوثية بفصلهم من الوظيفة العامة وإحالة أعداد منهم للتقاعد، من بينهم المئات يخضعون لمحاكمات سرية في صنعاء وفي مناطق أخرى خاضعة للميليشيا. ونقل مركز العاصمة نقلا عن أقارب أمنيين مختطفين قولهم إن ذويهم يتعرضون للتعذيب في سجون الميليشيا وفقا لتهم ملفقة
من بينها التخابر مما قد يعرضهم لأحكام بالإعدام. وأشار مركز العاصمة إلى أن هذه الخطوة الحوثية تأتي ضمن مخطط لإفراغ مؤسسات الأمن وإزاحة الكوادر فيها لصالح الموالين لميليشيا الحوثي، موضحا أن الاختطاف حيلة حوثية لتمرير المخطط. وفي وقت سابق من يناير الماضي قال المركز الأمريكي للعدالة إن ميليشيا الحوثي أحالت 13,000 من منتسبي الداخلية والأمن إلى التقاعد القسري وإحلال آخرين موالين لها. وقال المركز الأمريكي للعدالة إن ما يحدث للأمنيين ومنتسبي الداخلية يمثل أكبر عملية تسريح للموظفين الحكوميين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ 7 أعوام. أشاد المكتب التنفيذي للسلطة المحلية في وادي حضرموت بالأدوار البطولية لقيادات ورجال الوحدات العسكرية والأمنية لتعزيز الأمن والهدوء والسكينة وضبط المخالفين الخارجين عن النظام والقانون في ظل محدودية الإمكانات. وجددت السلطة المحلية في الوادي وقوفها ومساندة كافة الأجهزة مع كل ما يبذله رجال الأمن من جهود وأعمال تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار. وناقش المكتب التنفيذي بوادي حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري وبحضور قائد المنطقة العسكرية الأولى، ناقشوا تقارير عن الأوضاع الأمنية والسبل الارتقاء بمستوى الخدمات في هيئة مستشفى سيئون ونشاط مطار سيئون الدولي وأوضاع مديرية ساه. وأكد الوكيل العامري أن السلطة المحلية تعول على أهمية التعاون المشترك من قبل كل قيادات الأجهزة التنفيذية من أجل استعادة العمل المؤسسي والنهوض بأوضاع الخدمات الرئيسة في مجالات الكهرباء والمياه والصحة والتربية والطرقات. كما أشاد المكتب التنفيذي بجهود ومساعي السلطة المحلية لتعزيز أوضاع مديرية ساه وتوفير الخدمات اللازمة لحياة الناس اليومية. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي فاليري جوراني مسارات العمل الإنساني للبرنامج من أجل الإسهام في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب وتداعياتها. وتطرق اللقاء لمستجدات وضع الأمن الغذائي في اليمن وجهود تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، لا سيما في مشاريع الطوارئ والاستجابة الإنسانية والحوالات النقدية. واستعرض الوزير باذيب الجهود المشتركة بين الحكومة والشركاء في المنظمات الأممية الهادفة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وكذا النتائج الكارثية التي تكبدها الاقتصاد الوطني بسبب اعتداءات ميليشيا الحوثية الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانياً على المنشآت الاقتصادية والنفطية الحيوية. ونوه وزير التخطيط بجهود وأدوار برنامج الأغذية العالمي في سد الفجوة الغذائية نتيجة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، وكذا منحة القمح المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة تحديات الأمن الغذائي في البلاد. يشكو المواطنون في مديرية حوف بمحافظة المهرة من تدني مستوى خدمة الكهرباء في ظل انقطاعها بشكل متواصل، مطالبين السلطة المحلية بوضع حلول جذرية لكافة الإشكاليات التي تواجه الجانب الخدمي في عموم المديرية. بشكل عشوائي تم تمديد هذه الأسلاك الكهربائية على مسافات محدودة من الطرقات والمنازل السكنية دون الاكتراث لما تشكله من مخاطر على حياة السكان هنا بمديرية حوف، مخالفة مثلت فرصة لدى البعض لتوصيل الخدمة إلى منازلهم من خارج العدادات الحكومية للتهرب من سداد الفواتير الشهرية رغم ما تشهده المديرية من انطفاءات متكررة لعدة ساعات يوميا. يعني تطفى وتلسي بالنهار، تطفى شوي وبتلسي عندنا الساعة 4 يوم بيوم، يعني كذا حال الوضع. ونطالب بالسلطة المحلية انها توفر لنا حال الكهرباء وحال بعض الاشياء يعني اللي نطالبها. استمرار سيناريو الانطفاءات للكهرباء ياتي بالتزامن مع الدعم الذي تتلقاه المؤسسة العامة للكهرباء من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتغذية المحطات بالكميات اللازمة من مادة الديزل، لكن تلك الإشكاليات لا تزال قائمة متسببة بمعاناة كبيرة للمواطنين.
نحن في حفل نحن نطالب السلطه المحليه ان باستمرار الكهرباء او على الاقل تغير من نظامها هذا الذي لا اثر سلبا على الناس، سلبا كثير جدا، خاصه وعمل ضغط على الناس اللي احنا كبار السن، الامهات فلا قلنا لا تستطيع ان توفق بين تجهيز اولادها للمدرسه او تجهيز او هي ترى مع الصغار قاموا انتجت الكهرباء، فالسلطه هنا لابد ان تتدخل لحل هذا الوضع بتغطيه العجز، رغم انها لديها الامكانيه بان تغطي العجز. وما بين عشوائيه تركيب الاعمده الكهربائيه وعوده انطفاءات هذه الخدمه، ثمة مطالبات لقيادة السلطة المحلية من أبناء مديرية حوف بتوجيه الجهات المختصة بوضع المعالجات لكافة الإشكاليات التي يواجهها هذا القطاع الخدمي. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة. افتتح المجلس اليمني للتخصصات الطبية والصحية يوم أمس فرعا له في محافظة مارب، واعتمد هيئة مستشفى مارب العام ومستشفى كرى العام مراكز علمية طبية تابعة للمجلس لتأهيل مساقي البورد في الزمالة اليمنية والماجستير التخصصي. وأوضحت أمين عام المجلس الدكتورة أثمار حسين علي أن افتتاح فرع للمجلس وبرامج التأهيل بمساقي البورد في محافظة مارب يأتي استجابة للحاجة الملحة لدعم المستشفيات بالاستشاريين والتخصصات الطبية كي يقدموا خدمات طبية بكفاءة وخبرة. وقالت أثمار إن ذلك يمثل تغييرا إيجابيا في الأداء المتميز للقطاع الصحي بالمحافظة، خاصة في ظل وجود كلية الطب بجامعة إقليم سبأ والتي ستحتاج مخرجاتها للتأهيل والتدريب في التخصصات المختلفة. بدأت السلطة المحلية في محافظة أبين تنفيذ المشاريع الخاصة بأعمال الصيانة للأراضي الزراعية في منطقة رامس بمديرية خنفر، وأكد محافظ المحافظة أبو بكر حسين خلال زيارته لمواقع الإصلاحات في وادي حسان أن تركيز السلطة المحلية على تنفيذ المشاريع الخاصة بتطوير القطاع الزراعي يأتي ضمن خططها الهادفة إلى النهوض بواقع المحافظة في القطاعات الحيوية. وأشار محافظ أبين إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها في منطقة رامس ستعمل على تغذية مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالمياه من خلال موسم السيول، بالإضافة إلى كونها ستحمي الأراضي من الانجراف. من جانبه قال ضابط المشروع المهندس رأفت علي بأن التكلفة الإجمالية للمشروع تزيد عن 3 ملايين دولار مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، تم تخصيصها لدعم القطاع الزراعي في المحافظة. منطقة حيوية تمتاز بالتربة ذات جودة عالية، كانت يعني تعتبر أرض لإنتاج البذور وتوزيعها على كافة أنحاء الجمهورية. المنطقة الآن منذ 82 معلقة، ما تسقاش، ما فيش أي، معتمد الآن الأراضي كما لاحظتم من أشجار الموز على طاقة شمسية وأبار. المشروع هذا بيعمل نهضة غير عادية وبروي أراضي منذ سنة 82 لم تصل إليها المياه. كرم مكتب التربية والتعليم في مديرية حصوين بمحافظة المهرة الطلاب والمعلمين المبرزين بالمديرية ضمن جهوده لتشجيعهم على المزيد من الإبداع بما يسهم في تطوير العملية التعليمية. وقال القائمون على الحفل التكريمي إن الهدف من هذه الاحتفائية هو إبراز دور المعلم وجهوده في المسيرة التعليمية إلى تحفيز الطلاب للوصول إلى مستويات متقدمة من خلال التشجيع المتواصل. وشدد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم عبدالله نيمر على ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم وكوادره في مختلف المديريات والعمل على تأهيل قدراتهم بما يساهم في تجويد مستوى القطاع التعليمي، داعيا الجميع إلى الوقوف إلى جانب الكوادر التربوية والدفع بالطلاب نحو التعليم، خصوصا في المناطق النائية التي ظل فيها التعليم محدودا، خاصة بين شريحة النساء. برعاية مكتب الأوقاف بمحافظة تعز والسلطة المحلية بمديرية الشمايتين وإدارة التربية والتعليم أقيم حفل تكريمي للفائزين في المسابقة ترتيل المليونية الأولى للعام 2023، وقد تم تكريم الطلاب الحافظين على مستوى الفئات الجزئية والحاصلين على المراكز الأولى في مدارس المديرية.
يشار إلى أن المسابقة استمرت لمدة 3 أشهر وشارك فيها 191 طالبا. اليوم حضورنا في هذا اليوم تشريفا تكريما لكوكبة الطلاب الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى، ودورنا في وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بمكتب الأوقاف والإرشاد محافظة تعز نولي كل اهتمامنا في الدعم لمثل هذه الفعاليات اللي تقوم بها مؤسسات القرآن الكريم في محافظة تعز، وبالذات في مديرية الشمايتين اللي إذا كان لها السبق بأن تقدم هذه الجائزة المليونية اللي لم أسمع منها سابقا لها، فهذا شرف عظيم، ونتمنى أن تكون دائمة، وأيضا نشدد على أبنائنا وأبائنا أن يدعفوا بأبنائهم إلى مراكز تحفيظ القرآن الكريم. الاسم أعمال مصطفى غالب عبده، من متسابقة مثلت مدرسة عمر بن الخطاب من دبع الداخل الشمايتين، حصلت على الترتيب الأول في فئة 30 جزءا بشهادة تقديرية وكذلك مبلغ مليون ريال. حفظت القرآن وعمري 14 عاما، درست القرآن في مركز الضياء للتعليم والتنمية. الشكر أولا لله تعالى، ثم لجميع الداعمين والراعين لهذه المسابقة. دشن في محافظة تعز المسابقة المنهجية العلمية 6 لطلاب الثانوية العامة، والتي ينظمها مكتب التربية بالمحافظة بهدف قياس مستوى الطلاب واستعدادهم للاختبارات النهائية. في تنافس علمي وتسابق بالمنهج الدراسي لطلاب الثانوية العامة بمحافظة تعز، والتي تقام من قبل إدارة الأنشطة والتوجيه بمكتب التربية والتعليم بهدف بث روح التنافس بين الطلاب ومدى استفادتهم واستعدادهم للاختبارات. أيام سيقضونها بالمسابقات وتبادل الأفكار واستعراض المنهج الدراسي من خلال أسئلة شاملة لكل معلوماته بشكل مرتب ومنظم من قبل مختصين بالتوجيه التربوي. قياس مستوى التحصيل، نقص سير المقررات، في أشياء كثيرة تحصى مثل المسابقة المنهجية، الطرقات السنوية، وتشرف على مكتب التربية، وفي مكتب الأنشطة. المسابقة هي الثالثة على التوالي، هي مسابقة منهجية علمية، تطلب منها جراك علمي تعريفي بين أبناء الطلاب، تطلب منها تقييم أولي لطلاب الثانوية العامة وقياس لقدرات المعلمين على إيصال المعلومات ووسيلة لمعرفة نسبة التحصيل العلمي ليكون مؤشرا لوضع الاختبارات النهائية. منذ عام يسعى نجم الدين هاشم لإكمال دراسته الإعلام رغم إعاقته البصرية، إذ يتطلع أن يكون له صوتا إعلاميا يكسر فيه معاناة المعاقين في تحد كبير لاجتياز هذا التخصص الذي يفر منه الكثير من المعاقين.
لا شيء مستحيل مع الإعاقة، ذلك ما ترجمه زميلنا نجم الدين هاشم الملتحق بقسم الإعلام في جامعة العلوم والتكنولوجيا الحديثة. فبالرغم ما يعانيه من فقد البصر، إلا أن تلك الإعاقة لم تمنعه الالتحاق بالإعلام موهبة ودراسة. أدرس قسم الإعلام جامعة الجامعة الحديثة للعلوم والتكنولوجيا، وأعاني من إعاقة بصرية دائمة منذ 12 سنة تقريبا، والهدف من دراستي لهذا القسم هو كما أذكره مرارا وتكرارا كسر الحاجز الغالب على المكفوفين بدخول كلية التربية دائما. ومهما كانت تلك التحديات واقفة أمام هاشم، تظل ضعيفة في إطار ما يصبو إليه مع تميزه من بين زملائه. رسالتي للمجتمع عليهم دعم وتحفيز، سواء لأي شخص سواء كان معاق أو غير معاق، ومواصلة التعليم. فعلينا أن نواصل التعليم رغم الظروف التي نعاني منها، ما يقارب 9 سنوات من الحرب، وبدأت ألمانيا من المدرسة، والمقولة الشهيرة التي هي نبدأ منها هنا ونحن سنبدأ منها هنا رغم الحصار ورغم أي ظرف. لا تتوقف الإشادات لنجم الدين من جامعته وزملائه الذين يرون نجم هامة إعلامية تمتلك موهبة وإصرارا رغم المعاناة. أخ نجم الدين هاشم جاء إلينا يريد أن يسجل في الإعلام، وأنا صراحة لمست في نجم نوع من الحماسة والإرادة القوية ويريد أن يواصل تعليمه، فشجعنا أنه نبذل معه كل المستطاع في أن نجعل تعليمه تعليما جيدا، نوفر له ما نستطيع من أدوات ومن إمكانات. نجم طبعا شخص موهوب جدا، يعني حتى بالقاعة حماسه جدا رهيب، وهذا الشيء اللي احنا معجبين فيه أنه دائما شخصية رائعة يشارك مع الطلاب سواء كان معنا أو مع الجماعة. الدكاترة دائما يمدحونه أكثر من أن احنا كإعلاميين عندنا كل الحواس. صح أنه مقتصر عنده حواس حاسة البصر، لكن ده الشيء مش عائق عليه. إرادة لا تكسر ولا تعرف لليأس سبيلا، بل تمشي على هدف واضح في الإعلام، ليكون بذلك نجم الدين من الإعلاميين المهنيين في الوقت القريب. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز. شهدت مدينة سيئون حفل الزواج الجماعي الثالث لعدد 32 عريسا نظمته مؤسسة الكثير للتنمية لشباب القبيلة من مختلف مدن وقرى وادي وصحراء حضرموت، وانطلقت مراسيم العرس الجماعي الذي احتضن فعالياته ملعب الشهداء ملعب الشهيد جواس في سيئون. 32 عريسا يزفون نحو الحياة السعيدة في عرس هو الثالث تقيمه مؤسسة آل كثير للتنمية لزواج شباب قبيلة آل كثير بوادي حضرموت، في عرس جماعي لخلق صورة للتقارب والتلاحم بين أفراد الأسرة الواحدة. إنها النسخة الثالثة للزواج الجماعي الذي تقوم به مؤسسة آل كثير للتنمية، والذي نعتز ونفتخر بهذه المهام الكبيرة العظيمة التي تعود بالنفع على شبابنا. إن الاهتمام بالشباب هو الاهتمام بالقبيلة وهو الاهتمام بالمجتمع. أكثر من 700 متطوع ينخرطون في لجان متعددة ومتنوعة، يقدمون خدمات من مختلفة للضيوف القادمين، حيث ترتسم صورة مجتمعية يسودها الإخاء بين الجميع بعيدا عن الجوانب التي تفرق ولا تقرب. حرصت المؤسسة على تيسير مثل هذه الاحتفالات، لأنه كما تعلمون الوضع الاقتصادي صعب جدا في بلادنا، فجاءت هذه كلفتة كريمة المؤسسة لشبابها لإعفافهم ولإعانتهم ولعونة أولياء أمورهم على مثل هذا الاحتفال، لأنه كثير من الشباب لم يستطع للأسف الشديد القيام بالزواج لوحده لتكاليف الباهظة.
فالزواج الجماعي أعطى للشباب فرصة لتكوين الأسرة وإعفافها بأقل التكاليف وأيسرها، فكثير من الشباب أصبحوا عاجزين على الإقدام على الزواج نظرا لارتفاع التكاليف الباهظة التي فرضتها عليهم العادات والتقاليد وأصبحت ملزمة لدى البعض وصعوبة التخلي عنها. طبعا أن الزواج الجماعي خفف على كثير من العرسان الأعباء الكثيرة من تكاليف الزواج، وأيضا قارب بين القبيلة، ألف بين جميع شرائح المجتمع أيضا وبين القبيلة بشكل الخاص. تتنوع الرقصات الشعبية القديمة بالفن الحاضر، وهي تمثل لوحة فرائحية لتنوع الفنون الشعبية وفرصة لعرضها على الجيل الصاعد للتعريف بالموروث الشعبي القديم الذي كان يتخذه آباءهم السابقون كوسيلة للتسلية والترويح عن النفس من مشاق الأعمال وصعوبتها التي يتعرضون لها في الظروف العصيبة. فهمي برماده، قناة سهيل، سيئون. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس مجلس القيادة يشيد بالدعم الألماني للشعب اليمني وقيادته السياسية وتطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار. لجنة عسكرية تتفقد أحوال المقاتلين في محور علب بصعدة والمحور الشمالي بالجوف. الشبكة اليمنية للحقوق تدعو إلى ضغط دولي لوقف جرائم ميليشيا الحوثي بحق أبناء صعدة. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.